من الحاجات اللي كانت ترند برضو الاسبوع اللي فات هي مسرحيه كنز الدنيا واللي بتنظمها الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. المسرحيه بيشارك فيها اشرف عبد الباقي مع مجموعه من شباب قادرون باختلاف، والمسرحيه من نوعيه المسرحيات الاجتماعيه بتناقش نظره المجتمع لذوي الهمم من خلال اسره من الطبقه المتوسطه اللي بتكتشف ان ابنها من اصحاب متلازمه داون. الجميل في الموضوع ان اللي بيمثل الدور ده هو الطفل عمرو هشام، وهو مصاب بمتلازمه داون فعليا. ومن الحاجات اللي لفتت نظر الناس على السوشيال ميديا في العرض انه في كميه كبيره جدا من المواهب المختلفه في الغناء والرسم، واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم. هقول مين هو مين المخرج؟ بنحيي محمد جدا، مبروك يا استاذ محمد، اللقاء خلاص اللي يلا عمو لا